لعمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه لي، وانت الغالي عليه الغالي عليه. قولي العين بالعين وانت ولا داري بحالي، والاه تبقى اهين قلبي والفكر اللي جاني. العين بالعين وانت ولا داري بحالي، والاه تباهين قلبي والفكر اللي جاني. اه من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين؟ قولي كان ملك ومالي. قولي عملتش ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسياه. اوف اوف منك يا قلبي. شوف الغناء المصري كلش علي سهل، يعني كأنه ده احكي، بس من تجين على الغناء العراقي يا بي يا بي يا بي رأسا ينقلب ونين. صح. يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي ليل نهار لج مشكل، يا خمري يا خمري يا خمري حبيبي منيتي كاسي، يا خمري يا خمري يا خمري احبك يا حلو يا سمار، يا خمري يا خمري يا خمري وعداك انت يا والفماري. ايد لي لك بوسة من وجنتك انت ومروتك، بوسة من وجنتك انت ومروتك، وعدتني وخنيت وقلت لي يوم السبيت نعلى على غيرتك نعلى. يوم اربعاء. اي شوفي موعدنا ايش قد صار من يوم السبت احنا متواعدين. مساء الخير عليك. مساء النور. سكر. يوم ثلاثاء طلعت. يوم ثلاثاء. حتى انت متيها. يلا مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناه زاغروس الفضائيه، حلقه جديده على الهواء مباشره. معي انا رائده فاضل والفنان محمد الشاني ببرنامج حروف واغاني، حكون وياكم متواصلين على مدار ساعه من الوقت، واكيد نستقبل كل اتصالاتكم. عندنا جوائز يوميه صرتوا تعرفوها، وايضا الجوائز الكبرى ايضا صرتوا تعرفوها. الجائزه الكبرى هي سياره شانجان 2022، وايضا الجوائز اليوميه هي مقدمه لكم بقيمه 100,000 مقدمه لكم من مخابز باب الاغا. عباره عن ارقامنا صارت موجوده باسفل الشاشه، عندنا 3 ارقام، اذا ما حصلتوا الاسيا عندنا الكورك، واذا ما حصلتوا الكورك عندنا زين العراق. يلا على بركه الله ونقول ويا اول اتصال. الو. أرضي ماكو؟ لا ماكو. ألو. ألو. مساء الخير. مساء الأنوار. يا هلا، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. يا هلا بيك. حياك الله. اسمك الثلاثي؟ نعيمة بريسان فرحان. أها نعيمة بريسان فرحان، من وين يا نعيمة؟ من ديالة. من ديالة، يلا يا نعيمة. اكو برتقال بعده بدياله لو ماكو؟ احنا خلينا ندعم المنتج الوطني. ها اكو برتقال بدياله؟ اكو. لعد وين راح البرتقال بدياله؟ وين اكو؟ نعم كلها سعنا مستورد. يلا يا نعيمه اي حرف تختارين؟ حرف العين. حرف العين، يلا انطينا اغنيه تبدي بحرف العين. عليمن يا قلب تعتب عليمن. الله، يلا نسمعها بصوتك شويه نعيمه. وهويت وجرب وتومنت لي من ومال الحب امانه، بس غدر وخيانه، بس غدر وخيانه. الله يسعدك. اي والله. يلا هذا الحافظ ترى ما اتابع جهه لا كهرباء ولا تلفزيون ولا كل شيء. ها نعيمه. علي يمن يا قلوب تعتيب علي يمن، هواتي وجربت وأمنت بمن،
ما للحب أمانة بس غدري وخيانة علي من يا قلوب تعتب علي من. الله عاش صوتك يا جميل يا جميل. أنت سألتني قبل البرنامج قلت لي ها ملابسك وين راح توديها؟ أنت برأيك وين أوديها يعني؟ أنت المفروض يعني هاي الفساتين تنباع كل واحد يعني أضعاف سعره. ليش؟ لان انت لابستهن فيس طبعا لانه لا وبعد يصير مستخدم. لا 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 اي واحد هسه فنان مشهور شيء من يريد يقولون هاي مثلا الستاره مال يوسف عمر مثلا نعم. تنباع بالاف الدولارات فانت هذن الهدوم متوقعين عليهن زي. وانا اسوي لك معرض يلا اقل واحد ينباع يراد لي المعرض اقل شيء ونسوي بدار الازياء 2000 متر 3000 متر لا لا يعني ها وين راح القاني هيك معرض هاي شنو هاي لازم اسوي معرض سنوي معرض سنوي اسوي لانه هواي ملابس لا والله نسويها بدار الازياء تجين انت تعرف يوميا ظهور فاكيد ايه. المشاهد اللي حق لازم يشوفنا باطلاله حلوه والله مو مثل بختي انا لازق بهالقول من هذا سمي حسد لو سمي لا لا شنو لا بالعكس انتوا غزل لا انتوا تزيدون الجمال بالحياه ضروري الله يلا اعطينا اغنيه على غزليه هيك طالعة اليوم الجميلة طالعة طالعة غيب انت يا قمر وهي بمكانك طالعة لبست الثوب الأحبة مو تكملي بعد يعني شكرا يلا خلينا ناخذ اتصال نقول الو الو وعليكم السلام عبد العباس ياكم من الناصرية اسمك علي عبد العباس علي عبد العباس من الناصرية يلا يا علي تسمعني؟ نعم اسمعك يلا علاوي شلون رمضان وياكم؟ والله الحمد لله خير ان شاء الله الحمد لله خير وبركه ان شاء الله يلا جاهز؟ ان شاء الله اي حرف تختار؟ اختار حرف العين حرف العين يلا اعطينا اغنيه تبدي بهذا الحرف والله بالنسبه لي بهذا المجال ما اعرف ها ليش؟ والله ليش؟ ما اعرف يعني المجال اعطاني لا ما اعرف بس هو يختار حرف غير مفروض مثلا محضر أي زين حتى أغنية أكو أغنية مثلا أغنية تحبها أنت أي أغنية تحب ما أعرف زين ليش اختارت حرف العين بالذات يعني اسم حبيبتك بالعين اسم بنتك يبدأ بحرف العين لو شنو عم لا تخرب عليه لا يوم وين نروح ها علاوي أكو أغنية أنت تحبها من الأغاني القديمة الأغاني الجديدة يا من سوي لعيون عيون غزلان يلا هاي ماشي عيون عيون غزلان ماشي ربي يا وريماني من ظلت حيران مدري شي جاني صابتني عين هواي وبسهم ماضي ولو جات لي بيدي يصير هم انا راضي يا عيون عيون غزلان صدلي يا وريماني هم ظلت حيران ما حجا وباني الله بعد الفلد غير شكل هذه الأغنية لمنو؟ هذه من غزلان هي بالأصل مال بالأصل مال داخل حسن بس خلناها الله يرحمه رياض أحمد أها إيه من التراث حلو يلا طبعا من جديد خلي أذكر بجوائزنا المقدمة لكم من مخابز باب الآغا 100,000 طبعاً وأيضاً عندنا الجائزة الكبرى اللي هي راح تكون على نهاية الشهر الفضيل اللي هي سيارة شانجان 2022 مقدمة لكم من شركة البخيت للسيارات ويانا اتصال نقول ألو 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 مساء الخير رمضان كريم مساء النور يا هلا يا هلا شونك تمام الحمد لله منو ياي احنا بخير علي محمد علي محمد من وين من دهوك من دهوك يلا يا علاوي حرف عين شون؟ أم عين حرف عين حرف العين ايه يلا أي أغنية تبدي عيني. يا أغنية؟ عيني 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 يا عيني يا عيني عيني سعيد. عيني عيني خي غنيها؟ يلا غنيها أنت شوية عيدي صوت محمد الشامي صوت محمد الشامي يابا كرستها وعملها اليوم
عيني 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 لا تعاشري البذات والمال تالي مثل اللي يلم الماي يرد جف خالي يا عيني 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 عيني. يلا شكرا لاتصالك يا علي وتابعنا لنهاية الحلقة حتى نشوف منو راح يكون الفائز بالجوائز اليومية. يلا اتصال آخر نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي للأستاذ محمد. بس لمحمد والرائد الإعلامي رائد فاضل. شكرا سواك رائد. والكادر المقاتل اللي خلف الكواليس من مونتاج وإخراج و اللي ما يحضرني اسمه. شكرا لك. منو يعني؟ أنا عباس حسن. عباس حسن من وين؟ من بغداد. من بغداد. يلا يا عباس. حرف النون. أي أغنية؟ أتمنى أبدأ بحرف الألف بس هاي راد حرف النون. زين أي أغنية؟ هي أبيات شعر بس راح أحول أغنية. يلا. نويت تروح عقبك من يفرهر الروح. أي. ترد بعدك شبه مجروح لا لا تروح. انت مناي عقبك مر يصير غذائي سلوى جروح تتلفى بيمين احشائي اريدك واريد رفاي تنطي للقلب حقك وتدري زين بالملهوف بيه اشتعمل الفرقه. الله. نويت تروح نويت تروح نويت تروح عقبك من يفره الروح ترز بعدك شبيه مجروح لا لا تروح. الله. انت مناي انت مناي عقبك مر يصير غذاي وجروح تتدرب يمين حشاي أحب أنك وريد رباي تطيل القلوب حكا وتدرزي تعمل الفرقة تدرزين بالملهوف فيهش تعمل الفرقة. الله. ألو. شكرا. عاش صوتك يا عباس. ايش قد عمرك؟ والله استاذ هذه انا خلي السؤال بيني وبينك. لا مو عندنا برنامج ان شاء الله ورا العيد ندعيك به يعني عادي تعال حتى لو عمرك. اتشرف. نعم شكرا لاتصالك يا عباس وصار اسمك ويانا على القرعة. تابعنا لنهاية الحلقة. اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم عليكم. الله أكرم يا رب علينا وعليكم. مصطفى محمد علي من الناصرية. مصطفى محمد علي. محمد علي من الناصرية. أي حرف؟ أنا يعني حرف تختار حروف والله أنا بالنسبة جو الساري محمد. يلا يا أغنية. أغنية يا حريمة. أي أغنية؟ يا حريمة. يا حريمة. تمام. أيوة. شكرا لاتصالك مصطفى. واسمك صار ويانا بالقرعة. تدخلي بالقرعة. أي طبعا أكيد اسمك صار ويانا بداخل القرعة. مع السلامة. أيوة. يلا. يا حريمة يا حريمة يا حريم باقت الكلمات من فوق الشفايف يا حريم يا حريم يا حريم سنينك العشرين ما مرها العشيق والعشق خايف يا حريمه
كلا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصرت بين الطوايف يا حريمة يا حريمة. شكرا شكرا. يلا اكيد مشاهدينا مستنيين وياكم ببرنامج امشي. لا حد يطلب الفرديه امشي يلا ان شاء الله يا رب يطلب. ما حد يطلب وانا اخليك تغنيها. ليش تخليني هيك اكون مصره على انه اليوم انا حتى لو اريد اغنيها على مود امك مو على مودك. هاي هاي انا امي هم اليوم سالتني عليك. ايه قالت لي شو يعني شلونش اخباره؟ قلت لها زين. ما تشوفني شنو؟ لا شوفي ما تشوفني شلون فرحان. هو قال لي امك تتابع البرنامج؟ قلت له اي طبعا يتابع. وهي قالت لي شلونش اخباره؟ وانت ايش قلتي لها؟ انا قلت اظل يصافني. وهي ايش قالت لك؟ قلت لها وش قلتي لها؟ ايش قالت لك؟ يلا تحياتي لوالدتي طبعا هي متابعه ان شاء الله بالعيد نقدم لها فد هديه حلوه نوديها للبيت ان شاء الله. واسمها لك القرعه ويا رب تكون امي سعيده حظ وتاخذ الجائزه. وشنو نطي نطيها طبعا هاي شنو طبعا هو بعد القرعه احنا يعني اكو بعض الناس شككوا بموضوع البرنامج وشككوا بمصداقيتنا لكن امانه الله وهذا الشهر الفضيل احنا البرنامج والسياره حقيقيه 100%. بالنسبه للقرعه راح تكون ان شاء الله نهايه شهر بداخل الشركة حتى اللي يعني ممكن انه الشخص اللي راح السيارة ياخذ السيارة ويروح يسوها باسمه تحويل شغلة سوي من يخلي انا التايرات كلها يا بدعوا في العالم تفوز الناس محتاجة هاي للمصداقية. اليوم ماكو احد يتصل بينا الا وان هو مصداق ومحتاج بنفس الوقت. راح اقول الشغلة نعم تحياتي للشيخ فاضل الشمري وابو الشركة نعم من باب اللطيفة قلت له عوداني شنو ما راح أفوز خلي لي فد 20 اسم باسمي. نعم تيش قال؟ قال لي حتى دا أشياء قوية قال اسمك ما يدخل قال لي لا سامح الله إذا فزت المصداقية مالتنا راح تضعف. صح فأنت حتى هذا اسم شركة عالمية لا اسمك ولا اسمك ولا الكادر ولا أي واحد بالقناة يدخل. نعم. بس يفوز يقول لك أكو فد لعبة أكو فشي. نعم فإحنا حتى راح نجيب طفل يعني نشد عيونه ونقول له اسحب الاسم. نعم بالتأكيد فلذلك حبيت أنوه على هذا الموضوع لأنه من بعد الحلقة مباشرة راح تنزل على صفحتنا بالفيسبوك وأيضا بالإنستغرام الحلقة كاملة. فقرأت بعض التعليقات صار عندي اليوم الفضول أنه أنوه على هذا الموضوع بصراحة. يلا خلينا نرجع لاتصالاتنا حتى ما نتأخر على كل المتصلين ونقول ألو 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 مساء الخير رمضان كريم. رمضان كريم مبارك عليكم الشهر. حبيبتي علينا وعليكم عساكم من عوادة يا رب. الله يسلمك حبيبتي. انت منو يانا الاسم الثلاثي؟ خديجة إبراهيم كاظم. خديجة إبراهيم كاظم من وين؟ من بغداد حبيبي. من بغداد يلا يا خديجة اختار حرف السين. اي اغنية؟ سلامي على سلام. اللي حاضر معانا. الله لي الفنان كاظم الساهر سلامي على اللي حاضر معانا. اريد اسمع صوت محمد الشامي. رمضان يعني كريم استاذ محمد. يعني ايش بيك ابو وسام مو مغنيها حلو وهذا شنو ما شبعت منها الا بيها براسي. لا ما شبعت اريد اسمع صوتك انت. هسه العالم تحبك وتريد تسمعها بصوتك. ما تكون حافظ منها فشي. شنو هالغرور هذا؟ يابا. شو هالغرور؟ سلامي. سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي خالي مكانه سلامي إن شاء الله يوصل سلامي أسامي ما أريد أذكر أسامي أسامي سلامي سلامي تحياتنا إلها. يلا شكرا لاتصالك. يلا اتصال آخر. ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جنات ياسر مطر من بغداد من الأنبار. من الأنبار حياك الله يا جنات. شقد عمر الجنات؟ 9 سنوات. العمر كله إن شاء الله. يلا جنات أي أغنية تختارين أو أي حرف؟ حرف الأر. حرف الراء. الأر. حرف الراء. أب أب. يلا. الضاد. الضاد. يلا يا أغنية.
وحياتي من ذاك الزمان، انت يا دار الامان، انت حبي كل حياتي، انت يا احلى ملاك. الله، هذه عن الام. اي حلوه الام. نعم، هذه أغنية جديدة حديثة. احنا نحب الأطفال يعني. نعم. أنا البارحة تذكرين استغربت إنه طفلة تغني بالحب والغرام والهجر، معادة غريبة، لا ولا منك عجيبة. هسه هاي أغنية للآن، قلت ايش راح أسوي أغاني للأطفال؟ والله لأنه هاي الشغلة ناسية احنا حتى. شو تغني لهم؟ يعني أنا البندور ارحمه. لا لا لا، ليش ليش؟ احنا عندنا أغاني جامعها الله يرحمه حسين قدوري أكثر. نعم. من 250 أغنية للأطفال، كلها راح اعيدها بصوتي. حلو. ويعني اي والله حرامات يعني. اتوقع يمكن حاتم العراقي مغني اغنيه، انا يعني كاظم الساهر مغني اغنيه للاطفال. لا لا، غنى ويا الاطفال اغنيه. نعم احنا اي لا، بس اني من اغني للاطفال لازم اغني بلغتهم، مو اغني يعني بصوتي، هذا ما يفتهموا. صح. يعني ماما زمنها جاية جاية، بعد شوية جايبة لعب وحاجات. نعم. جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول واق واق واق. يعني لازم يعني لازم تنزلين بروحية بروحية طفولة يعني. اي نعم. أنا فأنت همينة إذا تحبين. نعم، شلون شلون جنات؟ أنا هواي أشوفك بس هواي أحبك. حبيبتي أنا هم هواي أحبك. وعد هواني. حياتي جنات. لا راح أغني للأطفال ولا شيء، راح أغني ليوسف عمر للشياب. شكرا لك اتصالك يا جنات، وصار اسمك ويانا بداخل القرعة. تحياتنا لك، مع السلامة. عد ليش يعني تتغار من واحد يحبني؟ أنا غار. شلون؟ مو أكو أغنية. ناس تحبني. أنا مو أغار من واحد يحبك. ها. أني أغار من قلبي إذا هام بلقياك، وأنت المنى والروح فكيف أنساك. يا الله. أني بشوق متى الأيام تجمعنا، وسعت فؤادي بقرب من محياك. والطير يعني أغار من قلبي عليك. الله. مو أغار من واحد يحبك. أي. هو المحبوب. ما كفر فيها ما كل يوم. يا عيني ويا عيني. السيد المخرج إذا واحد طلبها اقطع الاتصال حبا. زين. يلا. يلا نرجع لاتصالاتنا، وإن شاء الله يا رب اليوم واحد يطلب أغنية يفوربيا. الناس اللي تشاهدنا أتمنى من كل المتصلين يطلبون أغنية يفوربيا. تذكرت شغله من دعشة المخرج الله يرحم، واحدة من خواتي تقول الغنى حرام. قلت لها زين اذا انت يوم القيامه ويم الكاك مال النار وانا جيت تنصيه، نصي لي اياه لان انت كلش خيره. قال شنو نصي؟ اعلق كل الحركه واحرقك. الله يرحمها. نعم. يلا نرجع لاتصالاتنا. اتصال. الو. الو. مساء الخير. مساء النور. يا هلا كريم حبيبتي، علينا وعليكم يا رب. شكرا. من ويا؟ لارين حسن هادي. لارين حسن, حسن هادي. هادي من بغداد؟ اي من بغداد. يلا يا لارين. اختار حرف الياء على مود اغنية محمد السامي يا فربية. هلا. اقول لك السيد المخرج. انا فرحت. السيد المخرج انت تتصل بي، تقدر تحكي وياهم لما تقدر؟ احد غششك؟ احد داسك عليها؟ لا. يلا على شرط اللي يتصل مرة ثانية ويطلب أغنية يفوربيا أنا أربحها. يلا تربحيني لي العدالة داخل. يلا لازم هذا أغنية من هذا الطلب من بنوتة. هنا أنا ستيفاك تقول هاي العقوبة احنا ما متفقين عليها. يلا أوكي. فربيا هو المحبوب يا يما، فربيا وانا الماتوب يا يما، يا عيني يا عيني وعلين شف، يا عيني يا عيني ولو اني بعد وانا بليان عرفت الآن، وانا بليان يا يمه
عرفت الآه زماني ودمعة عيوني هلي والناس لاموني زماني ودمعة عيوني هلي والناس لاموني وانا وقلبي على الهجران ما بي تظل روحي يا روحي ليالي الشوق منسية يفر بي هو رؤودة يا يوم الله زي فوقها يعني فوق ما الله 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 يا جمالك هاي الأغنية حافظها على باكر الله 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 يا جمالك ايه اريد اشوف تشيفها رايح ان شاء الله باكر يلا نرجع لاتصالاتنا يعني المتصلين اذا اتصلوا وقالوا اريد أغنية فربيه شلون انا مالي علاقه لا ما اغنيها يلا خلينا ناخذ هذا الاتصال ما اغنيها يلا الو 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 ايه الو السلام عليكم وعليكم السلام شلونك يا هلا الله يبارك فيك اريد اغنيه على الوطن السلام عليكم اغنيه على الوطن زين هسه اعطينا اسمك اعطينا انت من وين محمد دهش من الانبار من وين زياد طارق محمد دهش من الانبار زياد زياد طارق محمد دهش من الانبار اها يلا يا زياد تمام اريد اغنيه على الوطن تريد اغنيه على الوطن زين عندك شيء انت حافظه ممكن نسمعه من عندك شلون عندك شيء انت حافظه ممكن نسمعه من عندك حتى ولو شعر اذا حافظ ها ها يا زياد اريد شعر عندي شعر ايه يلا يلا نسمع شعر منك يا العراق كل لحظه افكر بيك وانت على بالي وحتى السمك بالماي يبكي على حاله ايوه نكبها نعم اهم شيء روح المشاركه يا زياد اسمك دخل بالقرعه طبعا طبعا اسمك دخل بالقرعه اسمك دخل بالقرعه اكيد اول ما قلت الو اشكرك يلا شكرا لاتصالك زياد مع الف سلامه يلا اتصال اخر الو 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 مرحبا يا رمضان كريم رمضان كريم عيني عليكم حبيبتي يا هلا وياك لقاء عدنان لقاء عدنان اي نعم من بغداد من بغداد لقاء عدنان من بغداد يلا يا لقاء اي حرف تختارين انا اريد حرف الخاء خسرتك يا حبيبي اي اغنيه صلاة عبد الغفور خسرتك يا حبيبي اي صلاة عبد الغفور صلاح عبد الغفور تمام زين نسمعها شوي بصوتك اني صوتي مو حلو يلا احنا كنا اصواتنا ما حلوه شو تسوي عادي طبيعي اهم شيء المشاركه خسرتك يا حبيبي لكن مو بيدي خسرتك يلا ها قطع الاتصال خسرتك يا حبيبي لكن مو بيدي عفتني بزمن غدار عفتني بزمن غدار مشيت بلا وصية خسرتك من بدليل يبوق أسرار حبي وأنا بلا مواعيد تغير الغيرة قلبي كنت أول يتالي يا حال الضيم حالي كنت خالي من الهموم تولى صفالي 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 خسرتك يا حبيبي الحان جعفر الخفاف والكلام اعتقد الكريم العراقي الله يعطيه العافيه مشكور تريد الصدق ما قصرت شبيها اغنيه مشكور من يريدها اني تردين الصدق ما قصرت يعني شو تكلف الا واحد يطلبها يا الله ها تمام يعني مو اني وليش تخليني اقول لك غني هاي تاليها صفت هيك وبسرعه مشيتي رحتي حتى وبتكذب بتكذب ما تعذرت لا 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 خفتي الله ولا حسبت حساب حب الدمع وطيب وخطيتي الله
شرد قلت غير وانا مسافر لديرة غروب مشكورة تردين الصدق ما قصرتي مشكورة تردين الصدق ما قصرتي الله كنت اشوفك يقضى باحلام السعاده ودنيا مليانه امل دنيا مليانه امل كنت اشوفك فرح ارسي وشمع ليلي ودهر ايام عسل ودهر ايام عسل هدمتي بيش ما بنيت محتبتي بيش ما محب هدمتي بيش ما بنيت كتبتي بيش ما محب يعني شفتيني رجيك الحال يا معودة اشتفيتي مشكورة تردين الصدق ما قصرتي مشكورة تردين الصدق ما قصرت طبعا هاي من كلمات فؤاد سالم نفسه لان كتبها على حبيبته اللي هو طلع للخارج نعم وللكويت وما راحت وراه وراحت فؤاد سالم لمعلوماتك ولمعلومات الاخوه المشاهدين نعم عنده 50 او 48 زهيري اللي هو 7 ابيات يعني نعم. فؤاد سالم شاعر بس ما طارح نفسه ما حد يعرف به شاعر اها جميل جدا عنده كتاب ب 48 زهيري نعم طبعا الله يرحم صعب طبعا الميتين وربي يحفظ الباقين اللي موجودين اليوم على قيد الحياه ان شاء الله يلا نرجع لاتصالاتنا مشاهدينا وناخذ اتصال نقول الو 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 مساء الخير رمضان كريم رمضان كريم حياتي علينا وعليكم اشكرك جميع يا ربي مينية. احنا بخير اذا انت بخير الله يسلمك الجميع ان شاء الله بخير اجمعين شلونك خالو محمد الشامي هلا وهي هاي مي بنت اختي اللي هسه قلت لك عليها اها اللي توفت بكورونا فكانت لك خالو اي والله اني هذه بنت اختك يعني هي هاي بنت اللي هسه قلت لك عليها اها نعم اللي يا هلا بيها نورتينا يعني شويه شو اسمه الله يسلمك الله يسلمك الجميع يا ربي اجمعين يا رب شلون حصلتي ايش عجب لازم تتابع البرنامج تتابع البرنامج صار لي كم مره اتصل وما حصل نعم يلا تحياتي لابو سيوفي ما اشوفك ما اسمع صوتك قلت خلي استغل الوقت اسمع صوتك بالتلفزيون نعم نعم يا مي نورتينا شكرا لاتصالك الله يسلمك تحياتنا لك ان شاء الله حبيبتي يا هلا بيك مع الف سلامه يا بس دخلت تطلب اغنيه شنو ها اي اغنيه تطلبين مي قبل ما تروح ها رادتي فربية لا لا ما اذا تطلبي فربية غير اي وعلي باكر اروح ل اكسر معي يلا خلينا نرجع لاتصالاتنا ويانا اتصال الو الو السلام عليكم وعليكم السلام رمضان كريم الله اكرم يا رب نور الشاشة اسراء دتوس حبيبتي في دول عينك يا قلبي منو جاي انتصار فاضل من كربلاء انتصار فاضل فاضل من كربلاء, كربلاء. هلا يا انتصار يلا اختار حرف الياء حرف الياء اي اغنيه الفربية من الاستاذ محمد انا صوت الحلو ماكو شيء لا غني لها غير ترى اقول لك ليش هي يعني هي لا لا هي بس هي تشوفنا عين السيد المخرج شنو السالفه؟ تشوفونا وادم وناس راح اغني وحده بحرف الياء هم اغنيتي زين يعني راح نهدي لك غير اغنيه انتصار حكم القوي شو تسوي؟ انا اريد فربية من الاستاذ ها احنا شو علينا؟ انا بعد ما علي من كربلاء ما ينفذ لي طلبي؟ من كربلاء ما عمي ما تنفذ لها طلبها؟ لا مو الناس لا الناس ما يخالف الناس تمل فراح اغني لك وحده وهاي راح اخذ شو اسمه فد يوم يعني ناخذ رقمك ونغنيها هنا يعني نتصل بيك احنا نتصل بيك لا انا اريد الا اليوم الا اليوم قفلت طبعا طبعا هذا شو اسمها؟ انتصار انتصار عندك شيء عندك علاقه يعني قرايبه المخرج شيء؟ لا والله لا والله انا من كربلاء لا اعرفه ولا اعرف المخرج لا شلون يعني هو دايركت يحولون الاتصال من الكنترول منين تعرف يعني المخرج قاعد يعني ورا المكسر ملتهي بالشاشه طلع لنا صوره حلوه الاتصالات شو عليها؟ اكو قسم هندسه صوت وحده
اغنيتك حلوه اريد اهديها لزوجي، انا اريد اسمعها من عندك. صبرت هواي ولا بلا راي، حزن يا ناس موالي، الله حسبت حساب طلعت شذاب، ندم وعتاب يبرالي انا وقلبي على الهجران ما بي، تظل روحي يا روحي بليالي الشوق منسيه، يفر بي يا هو المحبوب يا يمه، فر بي هوى روحي يا يمه، خلينا روحي. شكرا لاتصال، شكرا لاتصالك يا انتصار. يلا انا كل شيء شويه يعني تحمست يعني احب هذه الاغنيه. يلا الو. الو مساء الخير، ان شاء الله هذه هم. الو رمضان كريم حبيبتي، الله اكرم. اليوم منورين حبيبتي، هذا نورك. هي تقصد انت من اسمي دارين محمود لمحمد من دهوك. دارين؟ دارين دارين محمود لمحمد من دهوك. دارين محمود محمد من دهوك، يلا يا دارين. اريد اغنيه بحرف الكاف لمحمد الشامي، كبرنا ودارت الايام وبعد بالروح النيه. الله كبرنا ودارت الايام. انا سيف، انا ديو، انا سيف. اها ايه اي وين حافظتها انت؟ هاي اغنيتك انت والفنان سيف. اها صح سيف عامر. نعم يلا اسمعينا يا دارين. هاي الأغنية بيض الوجه. شكرا لاتصالك. حلو اريد اسمعها بصوت محمد الشامي. نعم فنان محمد الشامي. شكرا لاتصالك دارين، وصار اسمك ويانا بداخل القرعه تابعينا لنهايه الحلقه. طبعا هويتك هويه الفنان محمد الشامي اللي من خلالها انعرف اليوم كفنان. تمام بس انا عندي اربع هويات اي لا شايل اربع هويات العالم من عندي مال هندسه ومال نقابه الفنانين ومال دائره السينما. بدنا نحكي بعيد، بدنا نحكي عن الفن احنا. فالاغنيه اللي من واحد يقول يفر بي هذه للفنان محمد الشامي. كبرنا ودارت الايام وبعد بالروح النيه، الله وانا مساهر ليالي هواي واغني بشوق ليالي، كبرنا ودارت الايام وبعد بالروح النيه، وانا مساهر ليالي هواي واغني بشوق ليالي، يا عمري ويا الزمان عديت كل الراح وتعدى، يظل قلبي الوفي عنوان وبعد على العشق بعده، يا عمري ويا الزمان عديت كل الراح وتعدى، يظل قلبي الوفي عنوان وبعد على العشق بعده، انا وقلبي يا قلبي على الهجران ما بي، تظل روحي يا روحي ليالي الشوق منسية، همي فربية. اوكي. نعم هذه الاغنية جميلة جدا، تحياتنا للفنان. طبعا نلحنها بشكل مدخل فربية بغير نغم. نعم مسوي نغم يعني مبدع. دامج الاغنيتين، الاغنية الحديثة والاغنية القديمة بشكل حلو يعني. والمقطع الثاني طبعا قد هو مبدع. نعم. هو دخل صوته بأربيل وأنا نعم. ببغداد. فبالاستوديو شاف اللحن مكرر. نعم. رأسا بالاستوديو هو غير اللحن. قلت بلكي العمر ينعاد ورد ليامي وسنيني، أنساكم كذب هيهات من اللي يقدر ينسيني، سنين اللي كنت بيها وياك حلوة ولحيل اشتاق، ذكرى وصارت من بعيد وليها سنتظر ملقاك، انا وقلبي يا قلبي على بالاستوديو غير اللحن. شوف ايش قد مبدع. صحيح نعم. يلا خلينا نرجع لاتصالاتنا ويانا اتصال نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم حبيبتي، يا هلا. رمضان كريم علينا وعليكم. يا زينب علي من بغداد. زينب علي من بغداد، يلا يا زنوبه. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور.
والعافية عليك. شلونك اخبارك؟ والله اخباري زينة. اليوم شنو عيني؟ اليوم شنو اليوم؟ انا حختار حفلها الأغنية ماليات صبر مالها مرجع قلبي الحين. مو هذا البارحة غنيها يلا. زين. هم رجع خاف هي تيجي تغنيها. أنتي تغنين؟ لا 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 أنت عارفها بصوتك. يلا بصوتك. هم رجع قلبي حين ما كفى جرح البي ضاق المر من حب الفات ريت الله يهدي. هم راح ارجع اشكي وابكي ويذبلني سهر الليل والله تعبت من الغنى والقلب ما ظل بيحل زرع بي العشق خوف يعني بطل ما اشوف اوف اوف من قلبي اوه بارحة غنينا سلامة قلبك. يلا يلا اتصال اخر. الو 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 مساء الخير. مساء الخير يا هلا. رمضان كريم عليكم حبيبتي. اجمعيني يا رب. تحياتي لحضرتك ولحضورك المتميز وتحياتي للاستاذ محمد. شكرا لك حبيبتي. منو يعني؟ انا وسن خضر من بغداد. وسن وسن خضر وسن بغداد. خضر من بغداد. ثالث اسم الثالث. يلا وسونه حبيبتي. بس حبيت اطلب من استاذ محمد هو حر يعني اما يغني لنا واحد من مواويل استاذ فؤاد سالم. يعني قبل شوي هو ذكر عنده هوايه مواويل. نعم. وهو من تاليفه او يريد يسمعنا قل المليحه بالخمار الاسودي فهو يعني تمام. شيلي هاي متفضل. نعم يا وسن. اوكي اسمي صار ويانا بداخل القرعه وشكرا لاتصالك ويانا لهذا اليوم. اسمع الفنان محمد شنو راح يختار. انت رادت اثنين. انت قل للمليحة. قل للمليحة الخمار الاسودي ماذا فعلت بناسك متعبدي. قد كان شمر للصلاة قد كان شمر للصلاة ذهابه حتى خطرت له بباب المسجد بباب المسجد فسلبت منه دينه ويقينه وتركته في حيرة لا 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 يهتدي لا 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 ردي علي صلاة وصياما لا تقتلي بحق دين محمد لا تقتلي لا تقتلي ردي ردي علي ردي 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 علي ردي يا عيني ردي يا روحي. ما سامعتها. لا ما حافظ ولي هذا ما بدي تردين وياي رد بويا على صوتك. طبعا أغنية يعني صعبة يعني يحتاج لها نفس عميق صح؟ هاي قدود الحلبية. أي بعد أي أهل حلب اللي يريد يعرف نفسه فنان يغني قدود حلبية يروح الحلب عندهم إذن يعني يعني لو يشيلوش على روحهم لو يقتلوش يقول لك ارجع من حيث أتيت. أنا زرتهم وخذت الشهادة منهم. حلو جميل جدا. الغرور يا مغرور يا به هسه هاي شلون بلش بيش مغرور. يلا خلينا ناخذ اتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام.
مرحبا. مرحبا. شمس بعدك. هلا حياتي. رمضان كريم. الله أكرم يا رب. من وياي؟ هديل محمد عبد الله. هديل محمد عبد الله، من وين يا هدولة؟ من بغداد. من بغداد، يلا هديل، أي حرف تختارين؟ والله بحرف الصاد، بس ما أعرف أغني والله، أنا ديش ما أغنيت لك المرة ما أعرف. ها، يلا شعر محافظة؟ والله محافظة شعر. إي أغنية محافظة. صدقوني ما مليتكم، صدقوني. روحي حمامة بيتكم، صدقوني. زعلانة واصلني حكي، مهموم حاصرني البكي، ولهالسبب ما جيتكم، صدقوني. ولهالسبب ما جيتكم، صدقوني. صدقوني. تدرون بي من احب، ما خلي شيء من روحي. سلامة قلبك، سلامة قلبك. أغنية شوية بيها جسمي. يلا نعم. ملشوم قلبه تعبان من الحب ومن الغزل. لا مو سمعت اكو واحد متصل صديقي. أرد يلا يلا ويانا اتصال. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم حبيبتي، علينا وعليكم. وياكم شهد احمد عادل من بغداد. شهد احمد هذا اسم مو غريب. لا وين يعني من اللي ياخذ الاسماء؟ انا اخذ الاسماء سألي. وما شايف انا ما سامع ابني اسمه شهد. اول مره بنيت تتصل اسمها شهد. يلا يا شهوده، اي حرف تختارين؟ اختار حرف الضاد. حرف الضاد، اي اغنيه؟ ضحيتي من ذاك الزمان، انت يا دار امي يا دار الامان. الله امي روحي كل حياتي. اي بعد ما حافظه بس. تمام يا شهوده، صار اسمك في انا بداخل القرعه. شكرا لاتصالك. اتصال اخر. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور. يا هلا. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين. منو يانا؟ محمود شاكر احمد. محمود شاكر احمد، من وين؟ من بغداد. من بغداد، يلا يا محمود. اطلب حرف تاء. حرف سبعة؟ حرف تاء. حرف تاء. نعم يلا، أنا سمعتها حرف سبعة انصدمت. يلا حرف التاء. يلا سمعنا صوتك. يلا. أغنية تايبين. تايبين. يلا نسمعها شوية بصوتك حتى بعدين الفنان محمد يرد عليك. صوتي مو حلو. ما يخالف، ماكو مشكلة، أهم شي روح المشاركة. تايبين. ما حفظ يعني. نعم راح اغني له بحرف التاء بس مو هاي. يلا تمام. تعتب علي وانش بدي، وانت بعديت يا خي علي، ما قصرت لو بيد شي. تعتب علي وانش بدي، وانت بعديت يا خي علي، ما قصرت لو بيد شي. عافية عليها حملت في قد هموم، تدري بطبعها ما غلت منك يوم. حرمة عيون الخاطرك من النوم، حرمة عيون الخاطرك من النوم، وانت بعديت يا خي علي. تعتب علي وانا شبيت. تعرفيها سامعتها؟ لا. عمار رياض احمد الله يرحمه. يلا اتصال اخر. الو سمعت. انا اسمع البرنس ماجد المهندس. يلا الو. ما انا هم مهندس. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونكم حبيبي؟ احنا بخير. منو ويانا؟ لبنى محمد. نفله محمد. نفله محمد رشيد. نسمه. نفله محمد. نفله رشيد. نفلة محمد. من وين؟ من دهوك. من دهوك؟ ايه.
مو هسه صابره؟ ما اتوقع يعني هذا الاسم جديد اول مره يمر علي. من هو؟ نعم يلا يا نفله اي حرف تختارين؟ سين، حرف سين. حرف السين تمام. يلا يا نفله اي اغنيه بتبدي بحرف السين؟ اغنيه حميد منصور سلامات صوت محمد الشاذلي، احنا كراد ما نعرف نغني. اها ما يعرفون يغنون. سلامات 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 ابعث سلامات ويا الرايحي ويا الجاي ابعث سلامات 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 رتك سلامات صبح ومساء يا هواي رتك سلامات. يلا عليت اللي هي على مود قلبك وروحك يا سكر محل اليوم على اساس يتصل بينا ابو ماجده. نعم فخابرناه كان خارج طالع قال على باكر تحياتنا له. نعم يلا ويانا اتصال. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. انمار من بغداد. انمار من بغداد. انمار اسمك الثلاثي؟ انمار لؤي لؤي عزيز. انمار لؤي علي. يلا يا انمار. نعم. اي حرف عزيز تختار؟ عزيز مو علي. عزيز عفوا. يلا اي حرف نعم. تختار؟ حرف الحاء. اي اغنيه؟ ما تفتح الحلي اللي هي حبيب امك. حبيب امك مستقبل من لحاتي طبعا انا بدي تساعدني. تمام يلا نسمعها بصوتك؟ نعم يلا صوتي حلو. حبيب امك ما تقبل من حاجتك روحي معلقة بي وامي فرحة تدعي يا ابني اهديك روحي معلقة بيك حاير من تحين جرتك يا راي فكري كل يمك وامي تقول لي فم سود نهاي كون بقلب ضمك لعيونك اروحا فدوى يا هواي وامي فدوى لامك تلبسك تحتني بشعرك تداريك روحي معلقه بيك الله امك طاغيه يا زين الاوصاف تتباهى بجمالك غالاتك عليك تغار وتخاف حتى من خيالك وعماتك يلاق بنك يا شفاف يلبسنك دلالك واني راح الاق بنك واسميك روحي معلقه بيك الله يعني تتخيل يعني انا ما ودي انه يبطل غنى بصراحة وهو يغني رغم ما أنه الصوت ما يطلع واضح من الاتصال لكن أمانة الله جسمي يعني شعر كزبر وصال لي عشان مغني لا هذا يعني جسمك ما كزبر إلا مضيع يا يعني يا شماتة عبلة طاسبيه يعني ما شاء الله على مهلك على مهلك يا أبو قذيل لو شاعر سار لا مرة ولا مرتين تزعل واحنا نصالح دلالك والله حيرنا ليالي هواي سهرنا خليت الفكر سارح خليت الفكر سارح الله. على مهلك يا ابو قذلة وياك العمر يحلى شعرك علمة تنفلة شعرك علمة تنفلة خلي بالهوى ساره خلي بالهوى ساره اليوم خلي اليوم الاوراق بلون الشغلات اللي موجوده بفستان والله كل اتفاق هذا اتفاقيه اتفاقيه ماكو اي اتفاقيه يلا طبعا هذه القرعه اللي هي القرعه اليوميه المقدمه لكم من مخابز باب الاغا اتمنى من اللي يفوز ياخذ جنسيته معاه ويروح يستلم الجائزه باي وقت حاب الصبح بالليل العصر يعني بأي وقت حتى لو بعد شهر نعم يلا هذه القرعة اليومية المقدمة لكم من مخابز باب الآغا وخلينا نشوف منه سعيد الحظ اليوم اللي راح يفوز بهذه الجائزة طبعا خديجة إبراهيم من بغداد والله أنا الاسم أول ما اتصلت حبيت الاسم بموسيقى نعم. أنا أحب اسم خديجة خديجة إبراهيم اسم خديجة. من بغداد فزتي ويانا بجائزة مقدمة لك من مخابز
الأغا. وطبعا هذه على فكرة هذا الاسم راح يرجع لي القرعة الشهرية إن شاء الله على نهاية شهر الفضيل راح يتم السحب على السيارة. لذلك خلص وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حروف وأغاني، بالتأكيد باكر بنفس التوقيت راح نكون أنا والفنان محمد الشامي بختام البرنامج. تحية حب وتقدير لكل من تابعنا، وأيضا تحياتنا أني رائد فاضل وأيضا كل الكادر خلف الكواليس. باكر بنفس التوقيت راح أترك باقي الختام ويا الفنان محمد الشامي. أبد مدوم للضحكة روحي كل الزين، لازم ورا ما أضحك تنزل دمعة من العين. أنا المعشت مرتاح، أنا الروح مقهورة، أنا الروح ما تقدر إذا ما تنام مقهورة. أنا القلب متعذب، أنا التعبان من همه، أنا الما قعد حظه من كان بطن أمه. وين القل راحة؟ وين مو مشت بي السنين بالقهر والحيرة والهم؟ هيك جاز الحنين. وتصبحون على خير.